من بعد ما شفنا بالدرس الماضي الوادي بروبورسيون ديفيني وكيف بقدر اجيب الفورميل من البورسنتاج وكيف بقدر استعمل بورسنتاج اتوميك وبورسنتاج ماسيك، حنبلش اليوم بالشابتر 13 يلي هو هيدروكاربور ليزالكا. رح نبلش مع بعض شو يعني هيدروكاربور. ديفينيسيون للهيدروكاربور: Les hydrocarbures sont des composés formés uniquement, بدي ركز على كلمة uniquement, فقط بس de deux éléments, le carbone et l'hydrogène. فإذا بهالشابيتر هيدا أو بالبارتي أورجانيك إجمالا شيمي أورجانيك بيقولوا سيرا شيمي دو كربون. هنشتغل مع هيدروكاربور يلي هن كومبوزي فورمي uniquement عم يتألفوا فقط de deux éléments, le carbone et l'hydrogène. طيب عشو بدنا نعتمد؟ هيدي كتير مهمة. Le carbone possède 4 électrons périphériques. Carbone عنده 4 électrons à échappée. Il doit mettre en commun 4 électrons pour saturer sa dernière couche. تصيروا 8 لازم يشارك ب 4. يعني الكربون موجود بالكولوم 14 عنده 4 électrons périphériques. تصير ساتوري بده يشارك ب 4 électrons. يعني بدنا نحفظ بهالبارتي انه الكربون بده يعمل 4 ليازون تصير ساتوري. الاتوم الهيدروجين possède 1 électron périphérique. بينما الأشمر احنا عم نحكي عن هيدروكاربور يلي هن الكربون والهيدروجين. الاتوم هيدروجين بوسيد ان الكترون بيريفيريك، في عنده الكترون واحد، il doit mettre en commun un électron pour saturer cette dernière couche، بدها تشارك بالكترون تصير ساتور. يعني شغله بدنا نستعملها حفظ، كربون على طول بيعمل اربع ليزون، الهيدروجين على طول بتعمل il doit mettre en commun un électron، الهيدروجين على طول بتعمل وحده ليزون. تيب دي فورميل، انواع الفورميلات. فورميل موليكولار، شو يعني فورميل موليكولار؟ الفورميل موليكولار بتعرفوها كتير منيح. ال انديك لو نومبر داتوم دي شاك اليمون بريزون دون لا موليكول. ال انديك بتبين لو نومبر داتوم، عدد الاتومات دي شاك اليمون بريزون دون لا موليكول موجوده بالموليكول. شرحناها بالتفصيل بدرس اللوا دي بروبورسيون ديفيني بالدرس الماضي. اكزامبل، اذا اخذنا ال H2O كل موليكيول H2O في بقلبها 2 اتوم هيدروجين واحد اتوم اكسجين، فاذا نحن عم نبين عدد الاتوم بقلب الموليكيول. حننتقل من H2O تنشوف الموليكيول الثانية اللي هي CH4. كل موليكيول CH4 عم يبين فيها واحد اتوم كربون فيها 4 اتوم هيدروجين، فاذا عم بين نوع الاتوم. اذا اخذنا C2H6O فيها 2 كربون 6 هيدروجين وواحد اكسجين اتسترا. اكيد نحن عم نحكي عن فورميل موليكولار. هل هالفورميل عم تبين نوع الليزون؟ خلينا نطلع. اكيد لا، ما في اي ليزونات هون، بتبين بس عدد الاتومات ونوع. طب خلينا نشوف بين هيدول مين عنا هن هيدروكاربور. اذا بلشنا باول وحده بيناتهم اللي هي H2O، H2O اصلا ما فيها لا كربون ولا هيدروجين، يعني H2O منا هيدروكاربور اصلا. حننتقل نحن من H2O ل CH4. CH4 فورمي انيكمون دي كربون اي هيدروجين، معناتها CH4 هي هيدروكاربور. C2H6O، C2H6O لا فيها اكسجين، بينما الهيدروكاربور دو اتر فورمي انيكمون دو دو زيليمون شيميك. C2H4 هيدا هيدروكاربور il y a uniquement deux éléments carbone et hydrogène. C3H8 كمان هيدروكاربور formé uniquement de carbone et hydrogène. C3H6 il y a uniquement deux éléments carbone et hydrogène. بينما هيدا منو هيدروكاربور، عم نشوف بقلب هالمولكيول في عنا اتوم ازوت. حنشوف مع بعض النوع الثاني من الفورميل يلي هو الفورميل ديفلوب. فورميل ديفلوبي بتبين نوع الليزونات، لاحظوا ان الموليكيولات بتبين عددهم ونوع الاتومات، بس ما بتبين شو الليزون، هل هي سام، هل هي كوفالون دوبل او تريبل. ديفلوبي ال مونتر كومون لي اتوم سون اسوسي دون زين موليكيول دو سو كومبوزي، كيف موصولين بعض، سيتادير ال مونتر لا ناتور دي لا ليزون انتر لي ديفيرون اتوم، بتبين نوع الليزون بين الاتومات. اكزامبل مثلا H2O الاو، ملاحظين انه كم بدل عامل ليزون؟ واحد تنتين ليزون هن كوفالونت سامبل. CH4 اتفقنا انه الكربون بيقدر يعمل اربع ليزون، ما تنسوها هيدي ابدا، مبينين اربع ليزون كوفالونت سامبل،
مع 4H مشان هيك الفورميلة هي CH4 الفورميلة ديفلوبي بين ليزر. خلينا نشوفهم. كربون هيدا عامل وحدة تنتين ثلاثة أربعة، دايما الكربون بده يعمل أربعة ليزون فورميل سي اش 4. سي دو اش 6 او مش حنشتغلها هلا، سي دو اش 4 حنشوف مع بعض الفورميل لسي دو اش 4. عندنا كربون اثنين، اثنين كربون، طيب في أربعة اش، إذا وزعناهم على اثنين كربون كل كربون رح يطلع له اثنين اش. حنبلش بأول كربون، حنعطيه كم هيدروجين اتفقنا؟ اثنين هيدروجين، واحد اثنين. حننتقل لتاني كربون كمان حنعطيه اثنين هيدروجين، وحدة تنتين. اوكي هدول هن اثنين صارت سي دو اش 4. بس هل الكربون ساتوري؟ خلينا نشوف. كربون مثل ما اخذنا لازم يعمل اربع ليازون تيصير ساتوري. دايما الكربون لازم يكون عامل اربع ليازون. هل هن هون عاملين اربع ليازون؟ اذا وزعنا لكل كربون 2 اش، يعني اول كربون اخذ 2 اش وتاني كربون اخذ 2 اش، هيدا اش وهيدا اش تاني، صار كل كربون منهم عامل 3 ليزون. طيب وين ال 3 ليزون؟ خلينا نشوفهم. وحده تنتين ثلاثه، اوكي هيدا اول كربون. طيب وتاني كربون مثله كمان عامل 3 ليزون، هني لازم يكونوا عاملين 4 ليزون. معناتها هون الكربون عامل 3 ليزون، هو لازم يعمل اربع ليزون. شو بنعمل؟ بنحط له ليزون كوفالون 2. صار عندي كربون عامل وحده تنتين ثلاثه اربعه، شفناه هون اثنين ليزون. هذا كربون عامل وحده تنتين ثلاثه اربعه، كمان صار هلا كلهم ساتوري. شو بتكون الفورميل ديفلوبي لسي دو اش 4؟ هيدي هي سي دو اش 4، الكربون عامل وحده اثنين ثلاثه اربعه، وهذا الكربون عامل وحدة تنتين ثلاثة أربعة، صاروا اثنيناتهم ساتوري. حنشوف ستروا أشويت مع بعض. ستروا يعني عندي ثلاثة أتوم دي كربون، بنشوفها ثلاثة أتوم دي كربون، هيدول واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة أتوم دي كربون. طب كم عندي أش؟ أنا عندي ثمانية أش، حنوزعهم. هيدا الكربون عامل ليزون، طيب يصير أربعة حنعطيه تنتين، عم نلاحظ كيف عم نحسبهم، صار عامل وحدة تنتين ثلاثة أربعة. بهالطريقة كربون هيدا صار عامل واحد اثنين ثلاثة أربعة، صار ساتوري. طب هيدا الكربون كم ليزون عامل؟ وحدة تنتين، نشوفهم حرجع عدهم، وحدة تنتين، تيصيروا أربعة استبدوا اثنين ليزون، نعطيه هيدروجين ثلاثة أربعة، صار ساتوري. هيدا الكربون الثالث عامل ليازون، تيصيروا أربعة حنوزع له هيدروجين بهالطريقة، وحدة تنتين ثلاثة أربعة. منعد القش كم قش صار؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. بهالطريقة صار ستروا أشويت. هيدا هو ستروا أشويت. هذا الكربون صار عامل وحدة تنتين ثلاثة أربعة ليزونات، كربون تاني اثنين أربعة، وهذا الكربون صار عامل وحدة تنتين ثلاثة أربعة. ما رح نشوف ستروا أشتيس، هيدول ستروا. إذا وزعنا لهم أش، هيدا عامل واحد اثنين ثلاثة أربعة، كربون هيدا عامل اتنين ليزون، استبدنا اتنين اش تلاتة أربعة. هيدا الكربون عامل ليزون وحدة، استبدو تلاتة اش اتنين تلاتة. اوكي طيب مظبوط، صاروا كلهم ساتوري. لاحظين كل اش عامل ليزون، الكربون هيدا واحد اتنين تلاتة أربعة، كربون هيدا واحد اثنين ثلاثة أربعة، كربون هيدا واحد اثنين ثلاثة أربعة. بس هيدا ستر وقش سيس؟ لا، عندي قش اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية، فإذا هيدا ستر وقش ويت. معناتها
هيدا منو الكومبوزي المطلوب. تصير سي 3H6 لازم نحط ليزون دوبل بين 2H سي، يعني بين هون وهون. هنشوف مع بعض، هيدي ليزون دوبل وشلنا 2H. لما بحط ليزون دوبل تاخد محل H بH. بتأكد هيدا الكربون 1 2 3 4 دوبل 2 ليزون، هيدا الكربون عامل 1 2 3 4، هيدا الكربون عامل 1 2 3 4. هيدي الفورميل ديفلوبي حنشوفها كمان مع بعض. هيدي الفورميل ديفلوبي لسي 3H6. طب انا اذا اخذت كومبوزي مثلا في بقلبه 6 او 7 كربون، هيدول 7 كربون، اذا بدي اوزع له هيدروجين، هيدا الكربون عامل وحده هسه بده 3H، 1 2 3. هيدا الكربون عملت وحده تنتين تصيروا 4، هسه بده 2H. الكربون بده يعمل 4 ليزونات، 3 4. هذا الكربون عامل 2، هسه بدنا 2H. هذا الكربون عامل 2، هسه بدنا 2H. لاحظوا قد عم تاخد وقت. هذا الكربون عامل 2، هسه بدنا 2H. وهذا الكربون عامل 2، هسه بدنا H. هذا الكربون عامل 1، هسه بده 3H. طيب شفنا اخذت وقت كثير. يجي واحد بيقول لي طب اوكي يا خي، انه الكربون والكربون فيها ليزون تكون سام، فيها تكون دوب، فيها تكون تريب، بس كربون والاش اصلا الاش ما بيعمل غير ليزون وحده. هل انا مضطر بين الكربون والاش؟ اكيد لا، لانه الكربون والاش لو اعطيتهم سام 100 اش 200، كربون والاش هي ليزون كوفالنت سام، لانه اصلا الاش ما فيه يعمل غير ليزون وحده. بينما شفنا قبل انه الكربون والكربون فيها تكون سام، فيها تكون دوبل، او فيها تكون تري. عشان هيك تنوفر على حالنا وقت اجت فورميل بنسميها فورميل سيمي ديفلوبي. فورميل سيمي ديفلوبي ما بتبين الليزون مع الاش. ليش؟ لانه الليزون مع الاش تعتبر معروفه. كل اش بحسبه ليزون، بحط كل كربون معه كم اش، يعني هذا الكربون سي بحط حده اش طلوع معه 3H، هيدا السي بحط حده اش دو معه 2H، هيدا السي بحط حده اش دو معه 2H. نحن وماشيين تنكمل، حنشوف مع بعض كيف بنكتب فورميل سيمي ديفلوب. هل ديريف دو لا فورميل ديفلوبي ما ان لي مونتر با لا ناتور دو ليزون افيك الهيدروجين؟ بتجي من الديفلوبي بس الاش ما ببين، يعني الكربون ببين الاش ما ببين. اكزامبل حنشوف الاكزامبل اللي شفناه هون قبل شوي. اذا نحن اخذنا سي اش 4، هيدا السي ما بحسب ليزون، ما ببين ليزونات، ببين كم بده اش. سي لازم يعمل 4 ليزونات والاش بيعمل ليزون، يعني سي بده 4H. شو بتكون الفورميل سيمي ديفلوبي هون؟ هيدي هي سي اش 4. هنشوف الاكزامبل الثاني اللي هو سي 2H4. هدول 2C اتفقنا في دوبل ليزون. شو بعمل هلا؟ اول سي كم عامل ليزون؟ 2 ليزون، وحده تنتين. هسا كم بده اش تيصيروا 4؟ 2 تيصيروا 4، هسا بده 2H. فاذا هيدا السي بنعطيه 2H. اوكي؟ اعطيناه 2H. ننتقل للسي الثاني. هالسي عامل كم ليزون؟ 2 ليزون. هسا كم بده اش؟ كمان بده 2H تيصيروا 4، نعطيه لهيدا السي 2H. هيدي هي صارت فورميل سيمي ديفلوب. هيدا السي عامل 1 2 و2H 4، وهيدا السي عامل 1 2 و2H 4. حنشوف اكزامبل ثاني. اذا اخذنا سي 3H اوكي؟ هيدول الثلاثة سي. اول كربون كم عامل ليزون وحدة؟ هسا كم بده اش تيصيروا 4؟ هسا بده 3H، لانه كل اش ليزون الواحد تيصير 4، 2 3 4 بيكون بدي احط له لهيدا السي 3H. حنحط مع بعض لهيدا السي 3H. اول سي اخذ 3H. طيب هيدا السي عامل كم ليزون؟ وحدة تنتين. تاني سي عامل 2 ليزون تيصيروا 4، هسا بدي اعطيه 2H. اتفقنا بالسيمي ديفلوبي ببين عددهم، حنعطيه لهيدا 2H. اخذ 2H بهي الطريقة. هيدا الكربون عامل ليزون وحدة تيصيروا 4، هسا بده 3H تيصيروا 4، نعطيه لهيدا 3H. هيدول صارت فورميل سيمي ديفلوب. إذا أخذنا سي 3H6
هدول 3 كربون. أول كربون عامل ليزون سبده 3 قش، تاني كربون عامل 2 ليزون سبده 2 قش بصيروا 5، تالت كربون عامل ليزون سبده 3 قش، يعني صار بدنا 8 قش، ما في غير 6 لحتى يصيروا ساتوري عسيس بنعمل ليزون دوبل. اتفقنا انه الليزون دوبل تاخذ محل 2 قش. بنبلش نوزع هيدروجين، هيدا الكربون عامل 2 ليزون، اسا بده 2 قش تيصيروا 4، بنعطيه لهيدا الكربون 2 قش، تيلاقي 2 قش. هيدا الكربون وحدة بتاعت 3 اسا بده قش، لهيدا الكربون حنعطيه قش. الكربون التالت هيدا عامل ليزون اسا بده 3 قش تيصيروا 4، بنعطيه 3 قش. هذه صار اسمها فورميل سيمي ديفلوبي اللي انا حطيتها هلا، بنشوفهم مع بعض. فورميل سيمي ديفلوبي، اول وحده سي اش 4 سي اعطيناها 4 اش، ثاني وحده سي 2 اش 4 اول سي صار عامل 2 ليزون، لانه كل اش بعده ليزون 3 4، وهذا السي 2 3 4. ثالث وحده 3 كربون، هذا 1 و3 اش بصيروا 4، هذا ليزون 2 و2 اش 4، وهيدا نفس الشيء. تالت وحدة هيدي السيمي ديفلوبي، عم بتقارنوا بين السيمي ديفلوبي والديفلوبي. السيمي ديفلوبي القش ما ببين كل بقية الليزونات ببينوا، ديفلوبي ببين كل الليزون. حننهي مع اكزامبل، حنعملوا ديفلوبي وسيمي ديفلوبي. ديفلوبي هيدا الكربون عامل وحدة، يعني اذا بدي اعطيه 3 قش تصير عامل 4 ليزونات. حنحط له 3 قش، قش 2 ثلاثة. هيدا الكربون عامل 2 ليزون سبده 2 قش، ثلاثة 4. هيدا الكربون عامل وحدة تنتين، ثلاثة 4. هيدا الكربون عامل 2 وحدة تنتين، سبدنا 3 4. هيدا الكربون الأخير عامل وحدة سبدنا 3 ليزونات، تنتين 3 4. هيدي شو؟ هيدي ديفلوبي. هو ذاته رح نرجع نعمله سيمي ديفلوبي. هنبلش مع أول كربون، هيدا عامل ليزون تيصيروا 4 سبدو 3 قش، بصير عامل 3 مع القش وهيدي وحدة 4، بنعطيه 3 قش. هيدا الكربون الثاني عامل وحدة تنتين سبده 2 قش، بنعطيه 2 قش. هيدا الكربون التالت عامل وحدة تنتين سبده نعطيه 2 قش، طينا لهيدا 2 قش. هيدا الكربون الرابع عامل وحدة تنتين كمان حنعطيه 2 قش. أنا عم بعمل هلا سيمي ديفلوبي. هيدا الكربون عامل ليزون حنعطيه لهيدا الكربون 3 قش. هيك صار في عنا فورميل سيمي ديفلوبي. بيكون بهالدرس عرفنا الهيدروكربور سي سون دي كومبوزي فورمي اونيكمون دو دوز اليمون كربون هيدروجين. بنعرف انه الكربون صار بيعمل عطول طول اربع ليزون، القش بتعمل وحده. تعرفنا على ثلاث انواع فورميلات، فورميل موليكولير بتبين عدد الاتوم بقلب الموليكول من كل اليمون، فورميل ديفلوبي بتبين كل الليزونات، فورميل سيمي ديفلوبي ما بتبين ليزون مع القش، يعني بتبين كل شيء في ليزون ما عدا الليزونات مع الهيدروجين.